كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. فهيم مش فاهم أي حاجة. لا، عندك فهيم فاهم كل حاجة. فهيم مش فاهم أي حاجة، تمثيلية من تأليف محمد عبد الحليم، إخراج عادل شحاتة. لا بصراحة بقى دي ما بقتش عيشة يا فهيم. يعني ايه الكلام ده يا كريمة؟ ها؟ يعني ايه؟ احنا مش عايشين مع بعض بقالنا اكتر من 25 سنة، اشمعنا النهاردة جاية تقولي الكلام ده يعني؟ خلاص بقى يا اخي، فاضبية فاضبية، وانا هفضل ساكتة طول عمري؟ الله، كل حاجة حاشر نفسك فيها، اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، حرام عليك يا اخي، دي مش عيشة دي. كل ده يا كريمة عشان بقولك اتفرجي على التلفزيون وانت قاعدة بعيد عنه عشان نظرك ما تبكيش يا كريمة. يا سلام، حنين قوي يا اخويا. في دي بقى كان معاك حق، وبالفعل سمعت كلامك وغيرت مكان. امال ايه البروي اللي انت عاملاه والزوبعة اللي انت عاملاها دي؟ تقدر تقولي لي النويزي ده عشان ايه؟ النويزي لانه مش من حقك يا فهيم، مش من حقك انك تفرض عليا اني اتفرج على قناة معينة في التلفزيون. انا ما بفرضش يا كريمة، ومش من حق افرض عليكي، انا بس غاية ما هناك انا بوجهك التوجيه السليم، وبعد كده انت حرة يا كريمة تتفرج على القناة الاولى التانية التالتة، انت حرة. يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا فهيم، انا مش صغيرة عشان توجهني وما توجهنيش، ثم دي حكاية مزاج يا اخي، سبحان الله، انا حرة عاوز اتفرج على الفيلم ان اجنبي يبقى خلاص مزاجي كده. غلط يا كريمة، غلط يا ست هانم، أجنبي وبتقوليها كمان، دي جريمة في حق نفسك وحق المجتمع يا ست هانم. جريمة ايه يا راجل انت، وكلام فارغ ايه اللي انت بتقوله ده؟ عملتها جريمة عشان عاوزة اتفرج على فيلم أجنبي؟ طبعا يا كريمة جريمة. أقولك جريمة ليه؟ عشان هتسأليني، لأن ده غزو ثقافي لابد أن نحتاط منه. عارفة يعني إيه غزو ثقافي؟ ونعمل له ألف حساب وحساب. يا سلام. طبعا يا سلام، مفيش مانع يا كريمة أنك تتفرجي على بعض الأفلام الأجنبية، بشرط أي إن كونديشن ذات أنك تاخدي رأيي الأول وبعدين تتفرجي زي ما أنت عايزة. ليه؟ عشان أقولك إذا كان الفيلم ده مناسب ولا مش مناسب. يا حبيبي، آه يا أخويا، علشان كمان لازم اقدم لك طلب رسمي واحصل على موافقه كتابيه من سعادتك قبل عرض الفيلم بثلاث ساعات، مش كده يا سفهيم؟ ايوه كده وابو كده. انت بتتريق عليا يا كريمه؟ اصل بصراحه بقى كلامك يفرس، ينقط يغيظ. انا اللي كلامي ينقط ويغيظ يا كريمه؟ ركزي وافهمي معايا انا عايز اقول ايه يا كريم. الافلام دي بعضها بيبقى جواها افكار مسمومه. ايه يا راجل انت، مسمومه ايه؟ والمسؤولين اللي في التلفزيون ما اعتقدش انك هتفهم احسن منهم، لانهم لو كانوا شايفين ان الفيلم فيه شيء مش كويس ما كانوش عرضوه من اصله. ده صحيح، ما قلناش حاجه، بس برضو يا كريمه الاحتياط واجب. اهيانا انت يا راجل، انت حكايتك ايه بالظبط؟ انت هتعملي لجنه مصنفات في البيت؟ ثم ماله الفيلم العربي يا كريم، ماله؟ ناخد وندي مع بعض يا اخوات، الكلام اخد وعطى. القناه الثانيه على فكره فيها دلوقتي فيلم من احسن الافلام العربيه، اسمه خد يمينك ادلق الميه. امال فيلم اللي هو ومضمون 100%، على الاقل هتتفرجي على اولاد بلدنا ونتمتع بيهم، ولا احنا ما عندناش غير عقده الخواجه هتفضل كبسه على نفسنا. بقول لك ايه سايبالك الدنيا بحالها، هتفرج انت بقى براحتك. تعالي يا كريمه الحفال يا اخويا. يا كريمه انت فهالي يا خساره، يا الف خساره، مفيش فايده فيها الست دي، ما عندهاش اي قدره على استمرار مناقشه او اداره حوار. اهلا يا فهيم افندي، والله نورت الفرح. متشكر قوي، ربنا يجعل لياليكم كلها افراح. اتفضل اتفضل معايا، مقعدك في احسن حته جنب المصر. لا لا لا، مفيش داعي، هنا كويس. ده كلام برضه يا فهيم افندي؟ معقوله دي قاعده تقعدها؟ ايه ده، ايه في ايه يا فهيم افندي؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ حصل ايه فهمني بس؟ حصل ازاي؟ معقوله يا راجل يا مفضال الاعمال اللي انتوا عاملينها دي؟ يمين المسرح من ناحيه العريس والعروسه،
ما فيهاش اي اضاءه. والله معاك حق، فعلا الاضاءه مش مظبوطه، بس على العموم بسيطه. هي ايه اللي بسيطه؟ دقيقه واحده اخلي الكهرباء يعمل. كهرباء مين وسمكري مين؟ ليه الكهرباء ناولني السلم؟ ناول هات سلم يا جدع. الكهرباء موجود يا فهيم افندي. ناولني السلم بدل ما تعمل حاجه كده غلط يا راجل. اسكت انت، ناقصني بسكاتك. هات السلم. هات يا ابراهيم افندي. خلي بالك انت من المعازيم، خلي بالك، مش غلش بالك، بس هات السلم يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده يا سعاده البيه؟ انت بتعمل ايه؟ اصله عايز ينور يمين المسرح. ماشي الكلام، اوعى سعادتك وانا اعمله. ما ينفعش يا اسطر. وايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش يعني ايه؟ ده شغلنا يا سعاده البيه واحنا ادرى بيه. لو شغلك يا سيد زي ما بتقول، ما كنتش ركبت دي فيره الكهرباء بالطريقه المنيله اللي انت عاملها دي. الظاهر الواحد لازم يعمل كل حاجه بنفسه ولا ايه؟ يا بيه هتعمل ايه؟ الله كده غلط، تعمل قفله. قفله ايه وفتحه ايه يا جاهل؟ بقى بدل ما تتعلم الشغل على اصوله تقف متكتف وتقوح كده. يا بيه حاسب، يا بيه حاسب، يا بيه. بقى كده يا راجل، يا راجل تبوظ الفرح باللي انت عملته. عملت ايه يا كريمة؟ عملت ايه تقدر تقولي لي؟ مش بغير وضع اللمبات؟ لمبات ايه يا راجل؟ حرام عليك يا راجل، انت هتجنني فعلا، هتموتني ناقص عمر. 100 مره قلت لك ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. عندي دايما كده واقفه لي زي اللقمه اللي في الزور، دايما يا كريمه تكسري لي مقاديفي كده، مع ان انا بعمل كل شيء صالح للناس ويفيدهم. يفيدهم؟ انا هي الناس اللي بتتكلم عليهم يا اخويا اللي كانوا هيموتوك من الضرب امبارح في الفرح لولا انا صرخت بعزم ما فيا. والله يا امرك غريب يا كريمه. ايوه أمرك. حاضر حاضر، صدرك عليا بس اما اشوف مين. انا مش عارف اعمل فيها ايه الست دي والله. اهلا يا وفاء، ازيك يا احمد يا حبيبي؟ مين يا كريم؟ ازيك انت يا ماما؟ والله وحشانه قوي قوي قوي. فعلا يا حماتي، حقيقي وحشانه. بس يا بكاش انت لو وحشاكوا بصحيح كنت سالته. والله مشاغل يا طنط. مشاغل مين يا واد؟ يا اهلا وسهلا بعصافيرنا الحلوين. ازيكوا؟ ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله يا عمي. تستاهل الحمد. وانت يا وفاء عاملين دلوقتي ان شاء الله؟ من صحتك عال العال. الحمد لله يا بابا. والله الحمد. يا اولاد مفاجاه ظريفه قوي، لسه حالا دلوقتي كنت بفكر فيك. أيوة الحقيقه يا ماما، انا عايزه اجيلك بقالي مده كبيره قوي، بس احمد مشغول على الاخر. النهارده لقيته متضايق شويه، قلت له تعالى نخرج نتمشى ونعدي على ماما. يبقى لازم انت بقى اللي مزعلاه. ابدا والله يا ماما، حتى اساليه كده هو اللي مكتئب كده لوحده. مين مكتئب؟ الكلام ده صحيح يا احمد؟ ايوه عمي. ايوه يا عمي، وحالة الاكتئاب دي بتجيلك كتير يا ابني؟ احيانا نعم. يوه بقى، هو انت يعني كنت دكتور؟ ما تسيب الجدع في حاله. اسكتي انت يا كريمه، نقطيني بسكاتك. اسكتي، انا اتفاهم مع ابن اخويا، اخد ودي معاه، انا فاهم الموضوع، خليني اعرف الموضوع. يا راجل انت الولاد جايين يقعدوا معانا شوي. وبعدين معاك يا كريمه، خليك معايا انت يا احمد. ركز يا ابني، ركز. تحت امرك يا عمي. ليه ما قلتليش يا احمد على حاجه زي دي؟ الحالات دي اصلا ما بتيجي انا افهم فيها كويس، لما انام جاتك اكتر من مره. ليه ما قلتليش يا ابني؟ بصراحة أنا ما خدتش في بالي. لقيت نفسي متضايق. قلت إنه شيء طبيعي. نعم نعم يا سي أحمد، يعني إيه بقى شيء طبيعي دي؟ ها؟ عشان أنا مراتك ولا إيه؟ أنا مش عايز حد يقاطعني. ركز يا بلخوتة بقى، أنت راخر. وبعدين بقى إيش عرفك؟ إيش عرفك يا كريمة أنت بحالة الاكتئاب دي؟ اسأليني أنا، أنا أفهم فيها كويس، أنا قاري فيها يجي 100 كتاب. 100 كتاب؟ قريتهم إمتى يا أخويا؟ إيش عرفك أنت يا كريمة؟ نقطينا بسكاتك. إذا كان ده شيء طبيعي ولا مش طبيعي أنا اللي أعرف. قول يا ابن أخويا قول. يعني تفتكر حضرتك اروح لدكتور؟ يا ابني دكتور ايه بس، طول بالك، اشرح لي انت الظروف والحاله النفسيه اللي انت بتمر بيها وبلا خجل، وانا هتصرف يا احمد. والله يا عم ما في ظروف ولا حاجه. مصدقك؟ بالعكس، انا حالتي بشكل عام مستقره والحمد لله. ده غير ان انا في منتهى السعاده مع وفاء. اشمعنى ما بتقولش الكلام ده بيني وبينك؟ ولا يعني ما يتقالش الا قدامهم؟ ارجوك يا وفاء يا بنتي، ده مش وقت هزار، ارجوك. حاضر يا بابا حاضر. تعالي يا وفاء، تعالي يا اختي، احنا نقعد جوه وخليه هو قاعد معاه. هيعقل ان شاء الله. عين العقل، اول مره كريمه تطلع عقل. ركز يا احمد، قول لي يا ابني. ايوه يا عمي. ايوه يا عمي، بالليل قبل ما تستغرق في النوم، يعني قبل ما تاخذك سنه من النوم وتمدد وتنام على السرير، بتشوف عصافير طايره في السماء يا ابني؟ ما تقاطعنيش، سيبنا كمل. حاضر يا عمي. ايوه ركز يا احمد يا ابني كده، انت راجل عاقل وانا عارفك كويس قوي. حكم حاله الاكتئاب دي انا فاهمها كويس قوي. كان في واحد جارنا مره جاله اكتئاب وانا عالجته، راح فيها صحيح، لكن انت ان شاء الله هتخف. شوف بالليل قبل ما تنام وتستغرق في النوم، بتشوف عصافير طايره في السماء، حاجه كده ملونه بغبغانات على السمان. انت عارف شو اخبارك معايا ولا ايه؟
مجرد خيالات، ما تخافش يا ابني ركز معايا. يعني عصافير مش لاقيه مرسى على الشجر ترسى عليه، مش لاقيه حته تقعد عليها. يا عمي مين عصافير ايه ومرسة ايه؟ انت مكبر الحكايه كده ليه؟ ما كبرهاش ازاي يا ابني، ده انت ابن اخويا يا اخي، ده انت تهمني، المساله مش بسيطه، ركز يا عم. ما تشغلش بالك، بس انا الحمد لله ما عنديش اي حاجه. ايوه ما هو يبان ما عندكش حاجه، الحالات اللي زي دي تبقى زي البومب وتمام التمام، حاجات جوينيه يا ابني، نفسيه نفسونيه، انا فاهمها كويس. بقول لك خليك انت بقى، خليك معايا، ركز يا ابني. مش انت اللي تحدد المسائل دي، انا اللي احدد، اخد ودي معاك وافهم المساله وافهم الامر ايه، لكن باذن الله خير واطمن. حكم العلاج النفسي ده بياخد مده طويله شويه بس ناجح. نعم يا عم انت عيني بالعافية. على كل حال احنا لازم نقعد مع بعضينا اكتر يا احمد ونفهم بعض، والايام بالذات جاية كتير، لان المرض النفسي ده يا ابني عاوز مدة، ساعات طول، ياخد 5-6-7 سنين، انت تكبر وساعات تنسى المرض. امال نعم. طب وحتى لو فرض ان انا مريض ولا مؤاخذة يا عمي ومن غير ما تزعل، وايه اللي هيزعلني يا ابني؟ هو حضرتك دكتور؟ لا يا ابني مرسم كده، ده الدكتور. قال لا بقولك ايه، قول اللي انت عايزه، انا لازم اقدر موقفك عشان الحالات اللي زي دي تتمخض عنها مثل هذه المسائل والتقطير الاتلافي للرابع. تتمخض ايه؟ حاله ايه بس واللي تتمخض؟ اللي عندك يا ابن اخويا، ارجوك هدي نفسك، هدي نفسك لانفعال مش كويس عشانك تروح فيها تطلع من عمر مكرم منها. عايزينك يا ابني، عن اذنك اما اروح اخليهم يعملوا لنا فنجانين قهوه. ايه ده؟ هو يا كريمه، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه ده يا وفاء؟ ايه المفاجاه الظريفه دي؟ انتوا من ساعه ما كنتوا عندنا قلتوا عدولي يا اخويا، ايه الحكايه؟ ابدا يا بابا، ما احنا كنا عندكم من قريب. ثم احمد ما عداش عليا ليه؟ ها انا مش قلت له يبقى عدى عليا بين الحين والحين والفينه والفينه؟ ما جاش ليه عشان اطمن عليه؟ يو انت لسه فاكر يا بابا؟ امال فاكر يعني ايه؟ يا صحه لعبه ولا لعبه يا بنتي؟ ده ابن اخويا ولازم اطمن عليه، ده عنده حاله اكتئاب وحاله خطيره جدا لازم تتلحق. ميرسي يا بابا على اهتمامك ده. قولي لي اول يا وفاء. نعم. حكايه النشأ اللي على الحيطه بره ده؟ اصل بلعه الحمام مسدوده، وجايز كمان الماسوره مسدوده، وهي اللي عامله النشا ده. على العموم انا بعت للسباك وجايز يجي النهارده. سباك ايه وخردواتي ايه؟ وانا لازمتي ايه؟ امال امال انا بعمل ايه؟ هي حكايه مستاهله. امال اعمل ايه بس يا بابا؟ ما انت شايف حضرتك الميه مبهدله الدنيا ازاي. يا وفاء ما تشغليش بالك انت بالحاجات الرفيعه دي، روحي شوفي لي شاكوش واجنه حديد وكمان فتحت سلمون ولا حاجه. ايه ده يا بابا انت هتعملها انت؟ ما اعملهاش ليه؟ يا شغلانه ولا شغلانه ولا لازم سباك يعني؟ ايه اللي بتعمله ده يا استاذ؟ يعني ما انت شايف انا بعمل ايه يا حضرت؟ بتعمل ايه؟ انت بتكسر في ماسوره الميه، هتغرق الدنيا. لا مش غرقانه ولا حاجه، هي غرقانه من الاول، انا بصلحها بدل ما هبوظ كل حاجه يا استاذ. يا استاذ بطل دق على الماسوره والسباك زمانه جاي. سباك ايه وبتاع ايه؟ دي عمليه بسيطه مش محتاجه سباك، هو السباك هيعمل اكتر من اللي بعمله يا اخي. الميه غرقت السلم والشقه. انا هتصرف حالا ما تقلقوش. انت لسه هتتصرف ما الدنيا غرقت، دخلك ايه انت بحاجه زي دي؟ ليه تحشر نفسك في اللي مالكش فيه؟ يا جماعه مش وقت كلام دلوقتي، الدنيا غرقت، حد يقفل محفظة الرئيسي. اما انت وقعتك زي وش. الله 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 الله، ايه الله اللي بتعمله؟ عيب عيب يا بني ادم، عيب يا راجل. كده استنى بس، استنى يا استاذ. أهيان سلامتك يا كراميلا. سلامتك يا كرم. الله، اسمعي يا كريمة، خدي مغص، خدي المغص، خدي بس اشربي الكوباية دي يا كريمة وانت هتبقي زي الحصان وعالي العال. لا 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 يمكن، ده انا شربت شفت واحدة بالعافية. اسمعي الكلام، ما يبقاش دماغك ناشفة، ما تركبيش دماغي. قلت لك لا يمكن، دي طعمها بر ولا الصبر. الحقني يا فهيم. الله الله الله، قلت دكتور ولا وديني مستشفى اعمل اي حاجه. مستشفى ايه بس يا كريمه؟ طولي بالك، اهدي اهدي بس، اهدي اشربي اللي بقول لك حبه من دول، هتبقي زي الحصان، هو اي حاجه بسيطه تجري على الدكتور. اهدي اهدي يا كريمه. امال حاسبني كده لما اموت يا راجل؟ يا راجل انت مش حاسس باللي انا فيه؟ حاسس طبعا. طب بس اهدي، انا هنزل اجيب لك تركيبه ثانيه. تركيبه ايه يا راجل؟ يا مجنون انت. انا اللي مجنون؟ طولي بالك يا كريمه، بقول لك هنزل اجيب لك تركيبه ثانيه احسن منها من عند العطار، وان شاء الله فيها الشفاء.
هيموتني يا اخواتي، هيجيب تركيبة تانية هيموتني. حاضر حاضر انا جاي اهو. الحمد لله انك جيت دلوقتي يا احمد. خير؟ في ايه؟ ماما تعبانه قوي، جيرانها كلموني في التليفون عند الناس اللي فوقنا وبيقولوا عايزاني ضروري. هنروح لها حالا يا حبيبتي، ما تتخضيش ان شاء الله خير. وحياتك تمشيني بسرعه يا عم حسين. من عناية يا سيدي، انت قلت لي عايز ايه؟ ما انا قلت لك بخمسين قرش البان دكر وانتايا وكزبره. حاضر يا سيدي، دقيقه واحده. وانا يا عم حسين مش همشي ولا ايه؟ كلكم هتمشوا باذن الله، الصبر حلو. ما هو مش معقول كده، انا بقالي اكتر من ساعه. انا بقى جاي قبل منك، ايه رايك؟ انا دماغي مش ناقصه، هتعملوا هيصه مش بيع لحد. يعني ايه بقى؟ يعني تقفوا بنظام صف واحد عشان كلكم تاخدوا حاجتكم وتشوفوا مصالحكم. تمام تمام يا عم حسين، هذا الكلام ده عين العقل والكلام المظبوط. لازم تقفوا طابور صف واحد بالصفين، اتعلموا النظام بقى يا عالم اتعلموا. مين ده؟ ده 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 يظهر بوليس. طب وقف بقى في الصف بسرعة، مش عايزين مشاكل. وقف وقف يعني لسه ما وقفتوش كده؟ اهو مش عايزين توقفوا برضو؟ لا هنوقف. طب نزل الباب يا عم حسين ووقف البيع دلوقتي في يومهم ده لحد ما يتعلموا النظام البني ادمين دول. يلا يا حضرات ما تضيعوش وقتنا، كل واحد يحترم نفسه. انت هنا وانت جرايا اخوانا. كلامك مظبوط يا فهيم افندي، فعلا لو ما وقفوش كويس هبطل بيع. هي لسه برضو يعني لازم ازعق؟ لازم لوزي تتعبني يعني؟ مفيش حاجة ابدا تتعمل لوحدكم يا ناس. مش كده النظام حلو؟ انت يمين هو شمال، كله واقف مظبوط ولا انت اخويا اللي هناك؟ خلاص خلاص يا اخي ما تقف كويس بقى، انت لازم تجيبنا الكلام يا سيدي. ما انا واقف اهو. واقف اهو. يلا يا محترم، يلا يا سيدي اعمل لك همة، انت هو اخويا. الله وبعدين معاكم بقى. خلاص خلاص اهو سعادة البيه، كلنا وقفنا. ايوه بيه خلاص كلنا وقفنا اهو. مش باين لسه الطابور معوق. انت اخويا انا قلت لك عايز نظام القصير قدامه والطويل ورا. الطويل ورا والقصير قدام، هي ايه لغه الرجمال؟ اظن الكلام واضح ومفهوم اهو كده مش بطال. حازي يمينك انت، اخويا رجليك سبعه اللي هناك، انت اخل هناك. حازي شويه دماغي وجعتني. سبعه سبعه. ايوه كده كويس. يلا بقى يا عم حسين، لا مؤاخذة جهزي طلباتي انا، خد الورقة دي واعمل لك كلمة شوية، عاوز التركيبة دي فورا وحال عيني. ايه ده بقى بيوقفنا احنا صف عشان يمشي هو الاول؟ قلت لك ده باين عليه بوليس. خليك في حالك ما توديش نفسك في ده. اذا كنت انت خايف اسكت، انت مالكش دعوة. وبعدين بقى انا سامع هيصة، هنرجع للهيصة تاني وعدم النظام تاني. إيه؟ نظام ايه اللي بتتكلم عنه وانت اخر واحد يعرف النظام؟ مين؟ نعم يا اخي انت بتقول اسكت انت يا سيد، انت بتقول ايه تاني؟ ركز. اخر واحد يعرف النظام انت. حضرتك بتوجه الكلام ده ليا انا؟ امال اللي خيالك يا اخي؟ قلت لك سيبه يا اخ، سيبه يا محترم، سيبه يا مفضل، سيبه يا اللي ورا، سيبه يا اللي قدام. انا فاهم معاه انا. يظهر حضرتك مش فاهم بتكلم مين. بكلم مين؟ سيبه يا استاذ عشان يتحمل نتيجه غلطه. سيبه. انت هتهددنا ليه؟ ما انا عارف انت مين. اعمل اللي انت عايزه. هنطلع مين؟ بس بس اطلع مين لحد كده كويس قوي. عم حسين عم حسين. الله عم حسين فين؟ ايوه ايوه يا سيدي. طرف الصف معاهم. ايوه يا فهيم افندي. وقف البيع يا عم حسين وندق لامين الشرطه. ولزومه ايه بس يا فهيم افندي؟ الطيب احسن. لا لا لا، اللي زي ده لازم يتربى ولا بد يتربى. اقول لك ايه، انا ما غلطتش، حضرتك اللي غلطت الاول. يا اخي خلاص بقى. شيء كويس لما البوليس يحافظ على النظام. يا استاذ باشر عمل سعادتك. ومين قال لكم ان انا بوليس يا اخي؟ انا مواطن عادي بيحافظ على النظام. بيحافظ على النظام. اهلا اهلا. وعشان مصلحتك انت مش كده؟ طب خد. كيلو 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 دي كيلو. يا ناس الرحمة حلوة، حرام عليك. خلاص بقى يا جماعة، ضحضح الراجل عيار هيموت في ايديكم. عيب اللي بتعملوه ده. يلا يا اخوان، يلا يا اخوانا. انا مش بايع لكم. في ايه يا فهيم افندي؟ طلباتك ايه؟ في ازاي هات لي الاسعاف الاول.
حياتك عم حسين، جهز لي التركيبة دي بسرعة. ضحضح تحت حولي. أمرك يا فهيم أفندي. كفاية عليك العلقة اللي خدتها. أجهز لك كل حاجة. إنما تركيبة مش ممكن. وإيه بقى اللي خلاها مش ممكن يا عم حسين؟ عايزني أحط لك ورد حنة وخردل على شيح وحبهان ومعهم نشادر؟ لا يمكن طبعا. عم حسين أبوس إيدك أخويا، أرجوك نفذ اللي مكتوب في الورقة بالحرف، أوعى تغلط في المقادير. لأن كل شيء مدروس يا عم حسين ومعمول حسابه. تحول أنا خاسس على أي حاجة؟ أدي النشادر وعندك الحبهان أهو وكمان الورد حنة. اتفضل يا سيدي، طلبك أهو. أشكرك يا عم حسين، اتفضل يا أخويا، خد حسابك وهات الباقي. 3 جنيه بس. إيه ده؟ معقولة؟ إيه كتير؟ ده الحبهان اللي انت طالبه بجنيه الواحد يا راجل. حبهان ومستكة ايه؟ انا مش قصدي، انا بتكلم عن الرصة اللي انت رصصها دي. رصة ايه؟ العلب اللي انت حاططها فوق بعضها مكدسة دي، حد يعمل كده يا راجل؟ اعمل ايه بس؟ ما هي الدكانة ضيقة. ضيقة ايه ووسعة ايه؟ لازم يكون عندك تصريف يا اخي، في مفهومية، مش ترص البضاعة اي كلام. طب قول لي انت بس اعمل ايه؟ وده كلام برضه تقوله يا راجل يا مفتح يا زكي؟ نوني العلبة اللي عندك دي. ايوه دي. لا يا سيدي اللي جنبها يا راجل، مش دي. انهي واحدة امال؟ يا بني ادم يا راجل اوعى كده امال. لا وسع انت بس شوية. ايوه يا دي يا عم حسين. لا بلاش ارجوك يا راجل اوعى امال. ايه اللي ترجوني؟ ايوه هي دي. ايوه هي دي. حاسب حاسب طول بالك، حاسب ايدي اللي هتظبط البضاعة. لا حول الله يا ربي. يا خبر ابيض، البضاعة كلها وقعت كده يا فهيم افندي. اعمل انا فيك ايه دلوقتي؟ وانا دخلي ايه يا عم حسين؟ دخلك ايه ازاي؟ توقع البضاعة وتخرب لي بيتي وتقول لي دخلك ايه؟ عجيبة والله يا ناس عن الناس دي، الراجل حاطط البضاعة على بعضها من غير اساس. خلاص وبعدين يتصلبط عليا ويقول لي خلاص بقى روح لحالك السعادي، انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ ايه ده؟ ده ما حدش بيرد يا احمد. طب اضربي تاني، جاي اسطنت مش قادره تقوم وعم نزل يجيب اي حاجه. انا مش فاهمه ايه الحكايه، ما حدش بيرد. ده مفيش حد جوه. ايه؟ امال ماما راحت فين؟ ما تتخضيش، اصلها كانت تعبانه شويه فطلبنا لها الاسعاف. ايه يا حبيبتي يا ماما؟ يا ترى عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ اطمني حبيبتي، الدكتور قال لي بقت كويسه. امال مش عايز يدخلنا نشوفها ليه؟ ها؟ لازم في حاجه. حاجه ايه بس؟ ما تبقيش موهومه كده. ما توهمش ازاي بس يا احمد؟ دي ماما، اعرف يعني ايه ماما. ان شاء الله خير. مش معقول. وبعدين معاك يا وفاء، الناس حوالينا ما يصحش يشوفوك انت بتعيطي. خير يا وفاء، خير يا وفاء، خير يا احمد. كريمة مالها؟ الحقنا يا بابا. خير. ماما موجودة والدكتور منعنا نشوفها. ليه ده كله عالم ليه؟ ايه اللي حصل عشان الجيران يجيبوها المستشفى فهموني؟ مش عارفة يا بابا، مش عارفة. هو حضرتك كنت فين يا عمي؟ نعم. انت ما عندكش اي فكرة عن اللي حصل؟ فكرة ايه يا احمد يا ابني؟ هو حصل لها؟ حصل ايه لا سمح الله يا احمد؟ كريمة مالها يا احمد؟ قول لي طمني يا ابني. ده يا دوب جالها شوية مغص بسيطة، جري رحت لحقها بتركيبة مركزة من عند عمك حسين العطار، تركيبة اللي هي يبقى هي التركيبة بقى. مين؟ فهمت تركيبة ايه؟ ايه اللي حصل يا جماعة؟ ما تفهموني. الدكتور خرج يا احمد. لو سمحت يا دكتور. افندم. ممكن نطمن على المريضة اللي في حجرة 7؟ ممكن طبعا، بس افضل لمصلحتها تسيبوها ربع ساعة كمان على الاقل. هي عندها ايه يا دكتور؟ ارجوك طمني. الحقيقة هي ما عندهاش اي حاجة. صدقتوني بقى، اقول لك الدكتور ما عندهاش اي حاجة، يبقى التركيبة ويعيش التركيبة. كلكم تاخدوا التركيبة دي عشان تعرفوا ان كلامي ما ينزلش الارض. بس ده الجيران قالوا يا دكتور انها كانت تعبانة قوي فاضطروا يجيبوها المستشفى. يا راجل دي بتدلع، دي مراتي وانا عارفها. والناس ما بتصدق اي حاجة صغيرة قد كده اهو يكبروها. الحقيقة كلام حضرتك مش مظبوط. نعم. لانها مش كانت تعبانة وبس، دي كانت بتموت. يا راجل فلا الله ولا فالك. ايوه يا هانم، لانها كان ممكن تضيع نفسها نتيجة تصرفاتها. ازاي دكتور؟ ليه؟ حضرتها اول ما حست بالمغص وهو في الواقع كان نتيجة تقلصات برد عادية، راحت شربة زي ما قالت تركيبة غريبة كده من عند العطار،
ما يعملهاش إلا واحد جاهل. قال إيه؟ دي وصفة بلدي وفيها الشفاء، وعملت لها تسمم. تسمم؟ بس الحمد لله، الحمد لله ربنا سطر وبقت كويسة. يمكن أكون حطيت مقادير غلط، ثاني أكسيد الكربون على تقطير إتلاف الزعزيع ولا إيه يا أبو فهيم؟ مش ممكن. أيوة يا دكتور، بس التركيبة دي متجربة قبل كده، ده أنا مجربة في نص الحارة يا أخي، ومضمونة 100%. حبقان على ورد حنة ونشا وحلاوة وحاجات زي كده، ده غير التركيبة التانية خالص اللي ملحقتش أديها لها. يا راجل تركيبة إيه بس؟ ده لولا ستر ربنا إنها ما شربتش الكمية كلها كانت ماتت في الحال. في حد في الدنيا يحط حبهان على ورد حنة ونشا على حلاوة إلا إذا كان قطعا مجنون؟ يا دكتور بس أنا متأكد إن الله. والله جايز حضرتك قادرة بقى. ده أنا متأكد مش جايز. بقولك يا دكتور بصراحة يا دكتور هو اللي عمل لها التركيبة. مين؟ آه عشان كده. على العموم هي لو كانت قالت كده كان سيادتك قطعا موضع مساءلة قانونية، لأنه كان هيعتبر شروع في قتل. ما الله 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 الله، ما صلى على النبي، ما هو القتل تحت ودينا في داهية ولا إيه؟ قتل إيه وكلام فارغ يا دكتور؟ دي تركيبة معمولة على أحدث تطور علمي، وبالتأكيد حضرتك ما تعرفهاش لأنها من اكتشافي أنا شخصيا. فهيم فهيم الفاهم جايز صحيح، جايز والله أعلم حصل خطأ بسيط في التركيبة، مال جايز في النسبة، جايز في المقادير، جايز السحاحة دخلت في المخضار المدرج بتاع ثاني أكسيد الكربون مع التقطير الإتلافي لربع أكسيد الصراصير. إنما ثق يا دكتور إنه اكتشاف خطير لابد وحتما يستفيدوا منه العلماء والأطباء. لا ده أنت حضرتك في الحقيقة محتاج راحة شوية. مين؟ لأنه واضح من كلام سعادتك إنك مجهد، وعشان كده بتقول حاجات حاجات إيه؟ جنان مش كده؟ بالتأكيد ده قصدك. عن إذنك لو سمحت، بصراحة أنا مش فضيلك يا دكتور. يا دكتور الله، ناس غريبة ما لهمش نصيب إنهم يتعلموا تجربة جديدة من فهيم فهيم الفاهم. معلش. وهكذا سيداتي سادتي انتهت التمثيلية الإذاعية. حاسب حاسب عندك، استنى يا مخرج. ايه يا حضرت مالك؟ مال ازاي؟ ازاي تقول يا حضرت انتهت التمثيلية وهكذا وما هكذاش من غير ما تاخد رأيي؟ هي فتة هي هيصة يا اخي. رأيك؟ رأيك انت؟ انت مين؟ وتفهم ايه في الإذاعة؟ انا مين؟ انا فهيم، انا افهم في كل حاجة يا اخي، ثم الإذاعة دي لعبتي، افهم في الإذاعة والتلفزيون والبوتاجاز والسيناريو، وافهم في كل حاجة، واقدر اقول لكم كمان عشان تحل مشكلة المؤلفين والممثلين والمخرجين من اجل الإذاعة. يا استاذ كفاية كفاية. ازاي كفاية؟ ده انا فهيم يا اخي، فهيم افهم في كل حاجة، ده انا سوق. يا استاذ عادل اطلب الشرطة من فضلك. مين يا اخويا؟ والله اطلب مستشفى الامراض العقلية. بتقول ايه يا حضرة؟ شرطة ايه وامراض عقلية ايه؟ كفاية لحد كده؟ لا كفاية خلاص يا مخرج. سلام عليكم. كنتم مع فهيم مش فاهم أي حاجة، بطولة رأفت فهيم، آمال شريف، محمد عبد الحليم، ناهد إسماعيل، علاء الدين زايد، محمد محمود، فتوح أحمد، صلاح عفيفي، وعادل الشناوي. التسجيل والمونتاج علي صالح ومصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد داليا رشدي. فهيم مش فاهم أي حاجة، تأليف محمد عبد الحليم، إخراج عادل شحاتة.